فالذي يترتب على دفن الشخص بجوار أحد يحبه أو يكرهه، بجوار فاسد أو صالح في نفس المقبرة. أقول وبالله تعالى التوفيق إن الذاهب لقبور الصالحين سيدعو لهم، والذاهب إلى قبور الأشرار قد يدعو عليهم، ولكن أيضا يحكمني وإياكم تصرفات الصحابة رضي الله عنهم. وقبل تصرفات الصحابة، تصرف الكليم موسى صلى الله عليه وسلم. موسى لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه كان ممنوع من كانوا ممنوعين من دخول الأرض المقدسة. وأيضا في هذا الصدد، فإن عمر لما حضرته الوفاة رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، قل لها يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر. فذهب إليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال لها: يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت: والله قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي، ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فهذه التصرفات تفيد أننا نحرص على الدفن بجوار أهل الصلاح، نحرص على الدفن بجوار أهل الصلاح.